عندي واحد ميكانيكي يكشف على العربية. حاضر يا بابا. يا روح بابا وحشتيني يا غير. ايوه ازيك عفاف؟ نسوان؟ نسوان هنا في البيت وامك جوه؟ هي ناقصه نجاسه يا شرده يا بنت الكلب، دي النجمه الدنيا صياد. اقلعي نجمة عشان تتاكد. اقلعي يا ديز الكابتشول. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هدي في حد ذاتها نعمه لا تباع ولا تشترك. نعمه هي ديز الدغمة عليها. حب الناس من الصدمة، عمرها ما شافت بيومي في وضع الحقيقة، ما بالك بقى انها شافتها. شافتني ايه؟ بقول لك اغمى عليها. مستهونة بنفسك انت يا نجمة. بنت عفاف. يا بنت ايوه هي يا بنت. استهدي بالله يا نجمة. اتعلمت الرشيتي ده اللي هيخلينا انا اللي يغمى عليها دلوقتي. امال هي تفوق ازاي؟ انا عارف هتفوق ازاي. عفاف. عفاف. امسك يا اما البصرة، انا هجرب حاجة دلوقتي. لو ما فقتش اقلعي شبشب. ماشي. اختي وانا عارفها ما تفوقش غير بالطريقه دي. منورانا يا بنتي والله. ميرسي ده نورك. الله دي صورتي. شايفه العيش؟ معلق لك صوره اكبر من صوره ابوها وامها. ايوه يا بنت هي بجد؟ اه يا لهوي. انا قد ما بنت زينب تتوب وتعطس. قسما بالله العظيم ياما نفت مرتين واحنا جايين في الطريق. انا مش مصدقه. ده انا والله العظيم اللي مش مصدقه كل الحب ده. سيب ايدك يا بنت، لا جالها حساسيه ده مش زينا دي. مش حسين. طب بقول لك ايه، خديني معاك اشتغل معاكي اي حاجه، ان شاء الله ممثله زي. واخوكي هيوافق؟ ده انا اكسر دماغها. عايزه تمثلي وتجيبي لنا العار، الناس تقول عليها ايه؟ طبعا عم فرصه سعيده جدا. لا مؤاخذه يا استاذ والله ما اقصد يعني، بس ده منظر ممثله. ما حصلش حاجه، ولو انت ما عندكش مانع وانت نفسك تشتغل انا اكون مبسوطة قوي انك تبقي معايا في البيت. ده من دلوقتي ورجلي على رجلي. لا لا بكرة ان شاء الله. بكرة فرصة سعيدة. هلا يا صاحبي. اتفضلي. بعد اذنك. ايوه طيب. بقى ابنك الواطي اتصل بيه على المحمول يعمل لي بلوك. انا ابنك يبلغني. معلش يا مبطة اصله مشغول شوية اليومين دول. مشغول فين ما هو؟ لا ايه فين؟ دنيا دنيا الصياد الممثل. يا بطة انت يا بنت، انت يا بطة، انت يا بطة. ايوه ايوه ياما في ايه؟ عارفه مين هنا يا بنت؟ هيكون مين يعني ياما؟ الممثله دنيا الصياد. دنيا الصياد مين؟ دي ممثله تحت اليومين دول ام حسن مخدها الشمال. وزع جدع اوعى جدع. ما ينتم منك يا ام بطة. قمر يا دنيا. يلا اعملي بوس البطه. بصي كده اهو. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ام بطه. في ايه يا ديز؟ في كارثه يا استاذه، كارثه. اهل منطقتي وانا اضرب بيهم. نص شباب المنطقه مسجلين اجرام والنص التاني متابعينك على الانستجرام. بس ما تخافيش خليكي هنا. بنزين 80 يا مبارك. حفظتي؟ انا لو عليا حفظت، لكن انت بقى لو رجعت الكلام اعيش لك خدام. احنا مش في طابونا. عايزين ايه؟ عايز اشوفها، ده حب حياتي. حياتك؟ انت حياتك خلصت من زمان، جاي تفتكر حياتك دلوقتي؟ الله اجر يا ديزل فيها يا جدع، هو احنا هناكلها؟ وربنا انا النهارده بس عرفت ابوك سماك بهيج ليه؟ يا جماعه العتب على الناظر، انا دخلت عندهم لقيت واحده حواجبها هي ودنيا نكفه واحده، افتكرتها هي. ايوه هي نفس الحواجب بس البودي مختلف. يا استاذ ديزل بعد اذنك طلعنا. يا راجل ده احنا حتى اهل منطقه. الواد ده بس ما تشوهوش سمعة الكتكات. الكتكات ما فيهاش تحرش. راضي يا أسامة، شغل الحكاكين اللي بتعمله أول يوم العيد في جنينة البساط مش هينفع مع ضيوف. طب بص هنشوفها ونكتبها.
عارف ان نصنا ما اتجوزش، عارف اننا تعبانين، بس واحده واحده. شوفوا الهند بدات من الهند بدات من تحت. ده انا اللي نفسي اتكلم عليكم. مش هي دنيا الصياد دي فيها شنب منها بس. ازيك؟ اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ خلاص يا ابا. ايه؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ ازيك؟ ده الحكاك الكبير. اتفضل. ايوه هي دي مصر. هنمسك نفسنا هنتجوز كلنا. هنمسك نفسنا هنتجوز. خلاص.